السوق ولاد اسماعيل كيتعرضوا اليوم التجار كيتفاجئوا باغلاق السوق من طرف صاحب السوق. السبب هو كيطالب بالزياده ديال الاستخلاصات اللي كياخذ من عند التجار، يعني في حين كان ياخذ من عندهم درهم ونص للصندوق، قال لي ما ودي غتوليو تخلصوا لي جوج دراهم السوق، في حين لم يعرف السوق لا اصلاحات ولا اي حاجه اللي كيتم بموجبها هذه الزياده. السوق مني عرفناه من 2004 هو عبارة عن أرض فلاحية كيمارسوا فوق الناس نشاط تجاري، هو على ذاك الحال حتى العشش اللي شفتوهم. رحنا في 2024 لازلنا نمارس النشاط داخل عشش مسقفة بالبلاستيك وبالعمد، في هذا الشيء راه يحزوا في النفوس، ويعني ما كيليقش بواحد المشروع اللي كيلعب واحد الدور رائد في هذه المنطقة ديال مدينة الرحمة، لأنه كيوفر هذه الساكنة ما يحتاجونه من خضر ومن فواكه وبأثمان جد مناسبة في متناول الجميع، لأن كنعرف هاد مدينة الرحمة هي مزيج عن بزاف ديال الكريانات، يعني الكريارة كيسكنوا غير الناس اللي ضعفاء اللي ما في حالهمش، يعني ما يمكنش غادي يمشي ياخذ حتى هو يمشي للسوبر مارشي ولا يمشي للأسواق الكبيرة باش ياخذ الخضر. هاد السوق كيوفر لهم الخضرة بواحد الثمن جد مناسب، وكيلعب دور رائد في تلبية الحاجيات هاد الساكنة من الخضر. كنتفاجئوا بمو السوق راه كيغلق علينا السوق، هانتوما كتشوفوا الحالة، التجار ما واقفين خارجين على السوق، ما كاينش محاور، السلطات المحلية راه عيطوا لي السلطات المحلية باش يحضر لعين المكان ولم يجيب أحد، ما بغاش يجاوبنا. حنا راه كنتسناو، حنا كنوجهوا نداء الناس المسؤولين، ما عرفناهم شكون، باش يتم فتح لنا هذا السوق نمارسوا فيه النشاط ديالنا، لانه من 2004 وحنا كنمارسوا هذا النشاط في هذا السوق، ما يمكنش بين عشيه وضحى يتم الاغلاق هذا السوق. هذه غداري عداره مو السوق، الله اعلم شنو هي الخبايا اللي كيخبي وراء هذا الشيء. قال لك الزياده الله اعلم، لان هاد الناس ما في استطاعتهمش باش يزيدوا ولو غير 20 سنتيم باش يزيدوا، لان هذا الشيء فوق الطاقه ديالهم، هذا الشيء اللي الثمن اللي كيخلصوا دابا راه فوق الطاقه ديالهم، الناس راه عايشه على ما شاء الله وصافي بالقدره الالهيه. جينا لقينا الباب مسدود وقلنا تما مسورة الباب واقفين هنايا. قال لك اسيدي خصكم تخلصوا جوج دراهم. حنا جوج دراهم ما كتسلكناش، الوقت عيانة ما كاين ما يدار. هادشي اللي قسم الله تعالى ولدي دابا. ما مسلكناش هاد جوج دراهم، حنا 30 اللي كنخلصوا واللي كنخلصوا. 30 وغالبا فاش كنديروا فيه سيمانة. كم يوقف سيمانة وحنا كنبيعوا ذاك. 24 عام وحنا كنخلصوا 30 ودابا قال لك ديروا تخلصوا جوج دراهم. اليوم حنا كنطالبوا من الناس مسؤولين، والناس اللي هما مكلفين ومسؤولين هما يعاونونا ويدوا علينا ويهضروا علينا. الزياده خويا الزياده هو اللي بغى يديرها، ما دار حتى شي حاجه، ما جابوا لنا اعلام، ما جابوا لنا ورقه من المسؤولين، ما جابوا لنا شي حاجه من المحكمه ولا من الولايه ولا من الكوميسيريه. شي دايرين رؤوسهم بعدهم. حنا اللي جات سيدي من عند المخزن ومن عند الشرطه، حنا مرحبا. احنا مسؤولين وحنا راضين بداك الشيء اللي داروا المخزن، حنا راضين به. حنا المده تقريبا ما بين 22 20 سنه. حنا بهذا السوق هذا حنا اللي كوناه، وحنا كنا في الحي العزاني وجنا هنا، واليوم سيدي اللي دارت الشرطه ودار الاعلام وداروا حنا راضين بهم. كنا كنخلصوا النوب الاولى 400، درنا 600 ودرنا 1000 ريال للطوموبيل، ودابا درنا 30 ريال. قال 30 ريال دابا داروا جوج دراهم. كنقولوا للناس ديال السوق احنا كندوا على حساب، احنا ندوا على روسنا. في الوعد خاصو يهضر، كنهضروا على روسنا. احنا كنطلبوا من الله المسؤولين يهضروا علينا ويدوا علينا. هذا هو اللي كاين، احنا ما تسلكناش هذا الشيء اللي كنديروا فيه. احنا خضرتنا سلعتنا مسدود عليها الداخل، سلعتنا هنا كتخسر، وحنا باركين كنتسناو في المسؤولين يهضروا علينا. احنا ما فيدناش ما بجدناش، السيد طغى علينا، تقدر علينا، دار من عصاتنا ولا تقدر من بيت ضربنا، من فلوسنا ولا تقدر تصوتنا، هذا هو اللي كاين.